بسم الله الرحمن الرحيم. New Genius Exercises Based on Vocabulary. دي تدريبات أو تمرينات على على الفوكابلري وعلى Student Book Workbook. Choose the correct answers from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة. Number one. I speak two languages. أنا أتحدث لغتين, Arabic and English, العربية والإنجليزية. This means, هذا يعني, معناه إيه؟ أنا عندي لغتين, معناه إيه؟ أيام, ها؟ Multilingual, ولا Multinational, ولا Bilingual, ولا Monolingual. Bilingual يعني عندي لغتين, Monolingual يعني عندي لغة واحدة, Multinational يعني متعدد الجنسية, Multilingual يعني متعدد اللغات, متعدد ليه اللغات. طبعا عندي لغتين وباي لينجوال يعني ثنائي اللغة, باي لينجوال, مونولينجوال يعني احادي اللغة, لغة واحدة, مالتي ناشنال يعني متعدد الجنسيات, مالتي لينجوال يعني متعدد ليه اللغات. طيب نمبر 2, the manager wants a نقط secretary as he is sent a lot of messages in English. المدير كان عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز سكرتيرة bilingual secretary, عايز سكرتيرة عندها لغتين. ليه؟ لأنه بيرسل إليه كثير من المسجات في باللغة الإنجليزية, لجانب العربية هو عاوز سكرتيرة يكون عندها اللغة الإنجليزية. The manager wants a bilingual secretary, يعني سكرتيرة عندها لغتين, عندها إيه؟ لغتين. طيب bilingual secretary, ما قلتش multicultural ولا talkative ولا powerful, لا ده خاص باللغات, خاص بالايه؟ bilingual secretary. bilingual دي adjective يعني صفة تأتي قبل الاسم. the social media, social media sites, مواقع social media play a أو add نقط role informing the public opinion, play a dominant role يعني بتلعب دور مسيطر, دور رئيسي في فورمينج, في تشكيل الرأي, public opinion يعني الرأي العام. يبقى هنا the social media sites, مواقع التواصل الاجتماعي, play بتلعب a dominant role يعني دور مسيطر أو دور رئيسي in forming, في تشكيل the public opinion, الرأي العام. أقول dominant دي صفة تأتي قبل الاسم, role يعني دور, الاسم ياتي قبلها, ياتي قبله ليه الصفه. فين الصفه الموجوده عندي هنا؟ دوميننت دي صفه, دومينيشن دي ناون يعني سيطره او تحكم, دي ناون ما ينفعش تاتي قبل الاسم. دومينيتد ايوه دومينيتد, بس دومينيتد يعني تعتبر تصريف تاني وتعتبر صفه برضو, بس صفه لاسم عاقل, ما فيش عندي هنا ايه اسم عاقل, صفه لاسم عاقل فما تنفعش. طيب هنا دومينيت دي فيرب فمش تنفع قبل رول, يبقى الاحسن ان اقول دومينانت رول, دومينانت رول يعني دور مسيطر. دونت الاو ذا كمبيوتر, لا تسمح للكمبيوتر تو دومينيت يور تشايلدز لايف, ان هو يتحكم في حياه الطفل. دومينيت تو يعني اجيب بعد تو الفيرب اللي هو دومينيت يور تشايلدز لايف, ان هو يتحكم في حياه طفلك, ما بقولش دومينيتد ولا دومينيشن ولا دومينيشن يعني سيطره او تحكم, دومينانت يعني مسيطر, دومينيتد يعني برضه مسيطر او تصريف تاني. شي هاز بين اندر ذا نقط اوف هير فادر سينس تشايلدهود. She has been under the domination. هي تعتبر تحت سيطرة أبوها منذ الطفولة. Since childhood, منذ تحت سيطرة. Under the domination, تحت سيطرة. Domination يعني سيطرة أو تحكم أبوها منذ الطفولة. My father has a dangerous operation. أبويا عمل عملية خطيرة. But the doctors smile. Our hopes about it. يعني but the doctors smile. Raised our hopes. يعني رفعت من آمالنا about it نحو. يعني زادت كمية يعني ابتسامة يعني أبويا عمل عملية جراحية خطيرة. But the doctor's smile. ولكن ابتسامة الدكتور raised our hopes. يعني رفعت آمالنا.
نحوها. raised our hopes يعني رفعت من آملنا، رفعت من توقعاتنا بالنجاح، خلاص رفعت من أو زادت من اللي من الحالة المعنوية بتاعتنا. our hopes raised يأتي بعدها إيه؟ مفعول. أما rose دي لا يأتي بعدها مفعول. في عندي مفعول، في عندي مفعول اللي هو إيه؟ our hopes دي مفعول. طالما في مفعول أخذ raised، أما فيش مفعول أخذ إيه؟ rose اللي هو rise rose risen. ما فيش مفعول أخذ rise rose risen طالما فيش مفعول. أما في مفعول أخذ raised اللي هي raised دي يأتي بعدها مفعول، يبقى raised دي يأتي بعدها مفعول. أما rose ما يجيش بعدها مفعول. طب في عندي مفعول يبقى أخذ raised. طيب passengers were asked يعني طلب من المسافرين to nugget their own suitcases before they were put on the plane. طلب من المسافرين ان هم يحددوا شنطهم الخاصة، ان هم يفتحوا شنطهم الخاصة قبل ان يضعوها فين في الطائرة. to identify طلب من المسافرين passenger were asked to identify their own suitcases ان هم ايه يحددوا او يفتحوا اللي هو ايه شنطهم الخاصة قبل ان يحطوها فين في الطائرة. identify دي اللي هو الانفينيتيف بتاع الفعل identify اللي هو المصدر. طيب عشان تو بعد كده نمبر 8 the only evidence الدليل الوحيد to the identity of the criminal was a half smoked cigarette. The only evidence الدليل الوحيد to the identity of the criminal إلى هوية المجرم كان half smoked cigarette السجارة نص مدخنة يعني تم تدخينها الى النصف نصف مستعملة was a half smoked cigarette to the identity الى ايه الى هوية المجرم. الهوية او الشخصية بتاعت المجرم اسمها identity. اما identify يحدد هوية، identify معناها يحدد هوية، اما الهوية نفسها او يحدد شخصية، اما الشخصية او الهوية identity، اما dignity دي كرامة realize يعني مدرك. طيب نمبر 9 it's a merit هي ميزة for a person للشخص to be nugget to be إيه؟ multicultural ان يكون متعدد الثقافات. he or she then has a relation with a variety of culture هو او هي سوف يكون لديهم اتصال مع تنوع من الثقافات. يبقى هنا it's a merit for a person to be طالما في تنوع من الثقافات يبقى to be multicultural. multicultural يعني متعدد الثقافات. multilingualism يعني متعدد اللغات. multinational متعدد الجنسيات. multifaceted يعني متعدد الأوجه. طيب number 10 Nugget is the belief that it's important and good to include people or ideas from many different countries, races or religion. يعني من المهم جدا ان انا يكون عندي ناس او افكار من عدة بلاد مختلفة او جنس او اجناس مختلفة او ديانات مختلفة. ايه هو الاعتقاد ان انا يكون عندي ناس من اجناس مختلفة. multiculturalism التعددية الثقافية. التعددية ليه الثقافية؟ multiculturalism التعددية الثقافية هو الاعتقاد. is the belief that it's important هو اعتقاد انه من المهم and good والجيد to include people ان يكون عندي ناس or ideas او افكار from many different countries من عدة بلاد مختلفة races اجناس مختلفة or religions او ديانات مختلفة اسمها ايه multiculturalism. multilingual يعني لغات متعددة. multicultural يعني متعددة بس دي ايه دي تعتبر adverb وهنا برضو adverb لكن هنا ايه noun وهنا ايه noun
هنا ناون وهنا ناون، اما هنا ادفرب هنا ايه ادفرب. المطلوب مني عندي المطلوب هنا ناون، ناون اللي هو ايه مالتي كالتشراليزم. طيب يور نقط از ذا لانجويج ذات يو ليرن فروم بيرنتس وين يو ار ا بيبي، هي اللغه اللي انت تتعلمها من الوالدين لما تكون ايه لما تكون بيبي طفل صغير. ايه هي؟ اسميها ماذر تونج. ماذر تونج اللغه الام، اللغه ليه الام، ماذر تونج اللغه الام. يور ماذر تونج يعني لغتك الام، از ذا لانجويج هي اللغه ذات يو ليرن فروم يور بيرنتس اللي انت تتعلمها من والديك وين يو ار ا بيبي لما انت تكون طفل، بسميها ماذر تونج اللغه الايه الام. ذا بوبولاريتي اوف فوتبول، بوبولاريتي اوف فوتبول يعني حب او شعبيه، بوبولار بوبولار يعني شعبي، بوبولاريتي يعني شعبيه، بوبولاريتي ديكي بوبوليشن، بوبوليشن يعني عدد السكان، بوبوليشن يعني عدد ايه سكان، اما بوبولاريتي يعني شعبيه، بوبوليشن عدد سكان، اما بوبولاريتي شعبيه. ذا بوبولاريتي اوف فوتبول يعني شعبيه كره القدم از ديب سيتد يعني متجذره اول اوفر ذا وورلد في كل انحاء العالم. نو سبورت كان كومبيت ات، ما فيش رياضه ممكن تنافسها. نو سبورت كان كومبيت ات، ما فيش رياضه ممكن تنافسها. يبقى اقول ديب سيتد، ديب سيتد يعني متجذره متاصله، ديب سيتد. طيب شي هاد نقط ايفيدنس ذات ذا كومباني تشيتد هير سو شي كولد ذا بوليس ايميديتلي، هي عندها دليل قاطع ان الشركه غشتها خدعتها، لذلك هي اتصلت بالبوليس فورا immediately. يبقى she has a clear cut evidence، clear cut evidence، clear cut evidence يعني دليل، هي عندها دليل قاطع، clear cut يعني دليل قاطع ان الشركة cheated here يعني خدعتها، so she called the police immediately عشان كده هي اتصلت بالبوليس حالا. clear cut يعني قاطع او محدد، هذا clear cut evidence يعني دليل قاطع. فانا عندي clear cut دي adjective يعني ايه يعني دي adjective يعني صفة، صفة تأتي قبل الاسم. اما well knowing او clearly cut او well balanced لا، clear cut يعني محدد او قاطع. بعد كده 13 she had a clear cut. بعد كده English. English is a language. It's spoken in a lot of countries around the world. هي بتحدث بها في كثير من البلاد حول العالم. English is a widely spoken language. هي لغة بتحدث بها على نطاق واسع. Widely spoken language. Widely spoken language. يعني adverb. Widely adverb. Adjective. and noun يعني language دي اسم إجا قبل لي اللي هي ايه الadjective الصفة اللي هي spoken يعني لغة ايه منطوقة، لغة منطوقة على نطاق widely على نطاق واسع بنطاق واسع. يوم جبنا ليه جبنا الadverb اللي هي ايه الظرف او الحال، وبعد كده ليه الصفة الadjective، وبعد كده ايه الناون. يبقى هنا عندي adverb adjective and ايه noun. يبقى English is a widely spoken language، هي لغة منطوقة على نطاق واسع، لغة منطوقة على نطاق واسع. طيب most people معظم الايه most people in the world معظم الناس في العالم are نقط they spoke one language بتحدث هم بيتحدثوا لغة واحدة يبقى monolingual. طالما بتحدث لغة one language يبقى monolingual يعني monolingual يعني أحادي اللغة يعني بتكلم لغة واحدة. أما multilingual يعني متعدد اللغات. أما multicultural متعدد الثقافات. bilingual يعني ثنائي اللغة يعني بتحدث لغتين. طيب the problem of hearing loss is not among professional musician. The problem of hearing loss is well known among professional musician. يعني مشكلة سماع الخسارة is well known معروفة جيدا.
is well known يعني معروفة جيدا. well known, well known يعني معروفة جيدا. أنا أحفظها كده widely spoken. well known أحفظ التعبير زي ما هو كده widely spoken. well known well إيه well known widely spoken يعني معروفة جيدا among professional musicians بين الموسيقيين المحترفين. among أقول well known ما أقولش well know أو badly know أو known well. لا well known أحفظها كده على بعضيها well known widely spoken. طيب 12,000 years ago منذ إيه 12,000 سنة our nugget were primitive savages living in caves. our إيه our ancestors ancestors يعني أسلافنا أجدادنا أجداد الأجداد 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 were primitive savages كانوا متوحشين بدائيين living يعيشوا in caves في كهوف. our ancestors يعني إيه أسلافنا أسلاف الأسلاف أجداد الأجداد. history can tell us a lot about a nation's imprisonment. التاريخ يستطيع ان هو يخبرنك الكثير عن a nation's imprisonment عن 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 حب الايه حب الوطن. nation's imprisonment حب الوطن حب الوطن احتضان الوطن محبه الوطن المحبه الشديده imprisonment خلاص imprisonment دي ناون دي ناون اللي هو ايه دي ناون imprisonment او about a nation's roots عن 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 جذور الوطن nations roots او nation imprisonment ممكن اخد roots ممكن اخد imprisonment بس هي الافضل ايه roots عن جذور الوطن roots يعني جذور جذور الوطن. طيب my grandmother says we should never forget our cultural heritage. جدتي بتقول ان احنا يجب الا ننسى our cultural heritage يعني تراثنا الثقافي and where we come from او من اين اتينا. يبقى we should never forget our cultural heritage and where we come from او من اين اتينا. طيب heritage يعني تراث تراثنا الثقافي تراث cultural heritage يعني تراث ثقافي. طيب for a country بالنسبة للبلد to continue to grow it needs to نقطة change it needs to embrace change. بالنسبة للوطن من أجل أن to grow من أجل أن تنمو من أجل أن تكبر من أجل أن يكبر الوطن يعني it needs to فإحنا معتين to embrace change إن إحنا نحب التغيير نألف في التغيير نحتضن التغيير to embrace change خلاص. I consider myself fortunate to have had such a good education. أنا بعتبر نفسي fortunate. fortunate يعني محظوظ. to have had such a good education عشان يكون لدي مثل هذا التعليم الجيد. I consider myself fortunate to have had such a good education لكي يكون عندي مثل هذا التعليم الجيد. fortunate يعني محظوظ. fortunate محظوظ. هنا even a speech on a serious subject حتى الكلام عن موضوع خطير should be mixed يجب ان يختلط with a little humor مع فكاهة قليلة. حتى احنا لما نيجي نتكلم او نخطب a speech خطاب نعمل خطاب على موضوع خطير a serious subject should be mixed فيجب ان نخلطه with a little humor مع قليل من اللي من الفكاهه من الدعابه من الضحك يعني. طيب ماشي humor يعني فكاهه jokes يعني نكت seriousness يعني خطوره unkindness يعني ايه عدم موده او عدم رحمه. طيب my little sister jumped up and impressed my father with both arms when he arrived at home. أختي الصغيرة جمبت قفزت and impressed واحتضنت my father أبي with both arms بكلا ذراعيها when he arrived at home عندما وصل إلى البيت. يبقى impressed my father يعني احتضنت impress يعني يحتضن impressment احتضان احتضان او محبة impressment ده noun ده ايه verb
اما هاري هارد يعني اسرع، اما تريس دي اختفي اسرع. ماشي طيب نمبر 24 most people get homesick the first time they leave home. get homesick يعني يكون لديهم احساس بالحنين الى الوطن. homesick يعني حنين الوطن. get homesick يكون لديهم حنين الوطن the first time اول مره هم يغادروا ليه هوم البيت خلاص، او حنين البيت او حنين الوطن homesick. My uncle takes great pride in his children's achievement. يعني كان عنده فخر، pride فخر، great pride يعني فخر عظيم في إنجازات إنجازات أطفاله، achievements children's achievement إنجازاته in his children's achievement في إنجازاته أطفاله. My uncle takes great pride in his children's achievement في إنجازاته. عندي برايد يعني فخر، وشيم يعني خجل، وبراود ده فخور، ده دي الادجكتيف، دي الصفه، دي ادجكتيف دي صفه، اما برايد دي ناون ده الاسم، ده فخر، ده هنا ايه فخور، دي صفه دي اسم. شيم يعني ايه؟ شيم يعني خجل، شيم يعني دي الخجل، اما برايد دي عريس او عروس، برايد وبرايد جروم. It's quite easy to decorate your house. من السهل ان انت ايه ان انت تزين بيتك without spending a money، بدون ان انت ما تنفق فلوس، without spending a money يعني فلوس، او without spending a fortune. fortune برضو معناها ايه؟ fortune معناها حظ، وفي نفس الوقت معناها ثروة. without spending a fortune بدون انفاق ثروة. a fortune يعني ثروة، a fortune معناها ايه؟ ثروة برضو، ثروة ومعناها حظ، اما money يعني فلوس، اما fortunate محظوظ، heritage طبعا تترس. they are traveling across Europe. هم بيسافروا عبر اوروبا by train بالقطار and are planning to end up in Paris. وبيخططوا ان هو ينتهي بهم الحال او يستقروا end up in يعني يستقر في باريس. end up in يعني يستقر في باريس. طيب اللي بعده 28 our meals should be well balanced. يجب ان تكون متوازنه بطريقه جيده. we should eat moderately. يجب ان احنا ناكل moderately يعني باعتدال. طالما باعتدال يبقى اخد balanced، ما اقولش well known. يعني اول وهله اول ما اقول well هروح جايب نون على طول، لكن هي مش نون. ليه؟ لان هو بيقول لك ان انت يجب ان انت تاكل ايه باعتدال، يبقى الوجبه لازم تكون ايه ويل بالانسد. ويل بالانسد يعني متوازنه بطريقه جيده. ويل بالانسد يبقى اخد، طالما في مودريتلي يبقى اخد ويل بالانسد، طب ما فيش مودريتلي يبقى اخد ويل نون. طيب يو كان نوت تشينج سام وانز بيليفز. انت ما تقدرش لا تستطيع ان انت تغير اعتقادات شخص ما. on which they were brought up easily. usually they need concrete evidence. ما تقدرش تغير المعتقدات كده، اعتقادات شخص ما اللي هو تربى عليها. عادة they need concrete evidence. هم عايزين عشان يغيروا المعتقدات عايزين دليل قوي. A concrete evidence يعني دليل قوي. يبقى someone's beliefs يعني معتقدات. طيب طيب ان شاء الله خير. ماشي. One of the best features that help you، واحد من احسن الاشياء اللي هي بتساعدك get a job في الحصول على وظيفة، is when you speak more than one language. عندما تتحدث اكثر من ايه من لغة. تتحدث اكثر من لغه ايه؟ فلوينت ولا فلوينتلي ولا امبيرفكت ولا سلولي؟ تتحدث اكثر من لغه ايه؟ فلوينتلي. فلوينتلي يعني بسلاسه. فلوينتلي يعني بسلاسه. اخذ الادفرب الظرف، اخذ الظرف او الحال اللي هي منتهي بايه. معظم ظروف الادفربس دي او الحال بتنتهي بايه؟ بال واي، خاصه لما تيجي في اخر الايه الجمله بتنتهي بال واي. يبقى فلوينتلي يعني بسلاسه. جيتنج اب
هي اللي الاستيقاظ مبكرا helps train function، بيساعد وظائف الايه المخ، brain functions يعني وظائف الايه المخ. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. helps brain function، يساعد وظائف الايه المخ. number 32، نقط are people from 13 to 19 years old، الناس من 13 ل 19، من 13 ل 19 دول بسميهم تينيجر المراهقين، من 13 ل 19 دول بسميهم تينيجر، من 1 ل 2 بسميه تودلرز، من سنه ل 2 بسميه تودلرز، خلاص من 13 ل 19 بسميهم تينيجرز، بعد كده بسميهم ادلتس وياث. طيب بعد كده 33، there is a clear difference between the nugget spoken in the two regions. There is a clear difference، في اختلاف واضح between the dialects، بين اللهجات between the dialects spoken، بين اللهجات المنطوقة in the two regions، في منطقتين، يعني في اختلاف واضح between the dialects spoken، بين اللهجات المنطوقة in the two regions، في المنطقتين. The dialects يعني اللهجات. طيب بعد كده it's noted that the girls education level has risen so much in the rural communities. It's noticeable، من الواضح، it's noticeable يعني من الواضح، من الملاحظ، that the girls education، أن تعليم البنات that the girls education level، أن مستوى تعليم البنات has risen، يعني قد ارتفع so much بكثرة in the rural communities، في المجتمعات اللي الريفية. يبقى it's noticeable، من اللي ملاحظ. we must develop a strategy، لازم نطور الاستراتيجية to deal with the problem، في أن نتعامل مع مشكلة appeared in our department، اللي ظهرت، نتعامل مع المشكلة appeared التي ظهرت in our department، في القسم بتاعنا. we must develop a strategy، يجب أن نطور الاستراتيجية. كلمة استراتيجية، استراتيجي يعني السياسة، استراتيجي اللي هي سياسة شيء، سياسة عمل شيء، سياسة نظام عمل شيء، نظام عمل شيء، كلمة استراتيجي. give me a moment to note my notes، to gather my notes، لأجمع ملاحظاتي، to gather my notes لأجمع إيه؟ اديني لحظة، to gather my notes لأجمع إيه؟ ملاحظاتي. بعد كده over the years، على مدار السنين Egypt was able to، مصر كانت قادرة to blend all the many cultures، في أن تمزج كل الثقافات المتعددة that lived on its land، التي تعيش على أرضها. to blend، لأن تمزج all the many cultures، كل الثقافات المتعددة. كلمة blend يعني تمزج، تعمل مزيج، blend يعني مزيج، to blend. طيب this house has a bit has نقط فيوز from every room، فيوز from every room، I will buy it. This house has gathered، يعني هذا البيت قد جمع فيوز، مناظر from every، من كل حجرة، I will buy it، سوف أشتري. طيب the brain is the part of a nervous system of the human body، يعني brain اللي هو المخ، هو جزء من النظام العصبي لجسم الايه الانسان، الجسم البشري، لجسم الايه الانسان. the brain اللي هو للمخ، brain المخ، اما mind عقل، mind دي خاصه بالتفكير، اما brain دي تشريحي. only a small numbers of students، فقط اعداد قليله من الطلاب. only a small numbers of students، فقط اعداد قليله من الطلاب. I wish to thank you all for the warm hospitality extended to me، أنا أرغب في أن أشكركم جميعا على الورم hospitality، على كرم الضيافة الدافئ extended to me، الذي وصلني during my visit، أثناء زيارتي during
for the warm hospitality كرم الضيافة. hostility دي عداء. brutality وحشية. cruelty قسوة. طيب she managed to preserve her sense هي نجحت في انها تحفظ شعورها of a humor under very trying circumstances هي نجحت في to preserve أن تحتفظ her sense of humor تحتفظ بإحساس اللي الدعابة الفكاهة under very trying circumstances تحت الظروف الصعبة دي. طيب sense of humor يعني إحساس باللي بالدعابة أو الفكاهة. new genius is the ideal sort of book new genius هو إذا ideal sort هو نوع فريد من الكتب نوع فريد نوع مش ليس له مثيل is the ideal sort of a book influential sufficient and organized يعني مؤثر sufficient يعني كافي and organized ومنظم. طيب don't worry about who will do it that's just a side accident دي حادث عرضي side accident يعني حادث عرضي حادث فرعي سادس side accident يعني حادث فرعي. knowledge is the most precious treasure المعرفة is the most precious treasure هو كنز ثمين is the most هو أكثر كنز ثمين هو أكثر is the most precious treasure أكثر كنز ثمين. nugget are still trying to isolate the gene that causes the lung diseases ده مين بقى researchers يعني الباحثين ما زالوا يحاولوا ان هم يعزلوا الجين اللي بيسبب lung diseases يعني أمراض اللي أمراض الرئة ده researchers اللي هو إيه الباحثين ما قدرش أقول psychologist علماء اللي علماء النفس انجينير المهندسين اركولوجيست علماء الاثار ما ينفعش. طيب the whole day طيب the whole day was given over to cooking and preparing for the celebrations كل اليوم كان للطبخ والاعداد من اجل سيليبريشنز يعني احتفالات سيليبريشنز ايه احتفالات اكزامينيشن امتحان بوبوليشن سكان بولوشن التلوث. طيب اي بوت ذا كاميرا لاست يير بات نيفر هاد ذا اوكيجن تو يوز ات ما كانش فيه المناسبه عشان استخدمها انا اشتريت الكاميرا بس ما كانش فيه مناسبه اوكيجن عشان تو يوز ات استخدمها. طيب a statue has been built يعني تمثال قد بني to nugget the 100th anniversary of the boat's birthday to commemorate لإحياء ذكرى commemorate يعني إحياء ذكرى السنوية المائة لميلاد الشاعر الذكرى السنوية المائة لميلاد الشاعر إحياء ذكرى commemorate لإحياء ذكرى السنوية المائة لميلاد الشاعر to commemorate the 100th anniversary of the boat's birthday nugget the main roads and you won't get lost believe me the main roads stick to the main roads يعني تمسك بالطرق الرئيسية and you won't get lost ومش هتوه believe me صدق stick to تمسك بي تمسك بي أو التزم بي المين روتز stick to تمسك بي أو التزم بي. طيب she teaches the student هي علمت الطلاب to have respect أن يكون لديهم احترام for different opinions للآراء المختلفة and appreciate the nugget of other culture the diversity of other culture appreciate يعني يقدروا the diversity يعني تنوع الثقافات الأخرى the diversity يعني تنوع of other culture الثقافات الأخرى diversity يعني تنوع الثقافات الأخرى. طيب عندي similarity تشابه danger يعني خطر unity اتحاد Mars المريخ is sometimes called the red planet because of its distinctive color بسبب لونه المميز distinctive يعني المميز.
يا مسهل. Only a bowl and a pair of chopsticks remained on the table after he had finished his meal. Chopsticks يعني عيدان الأكل بتاعت الصينيين دول. He has arrested هو قبض عليه when customs officer. Customs officers يعني ضباط الجمارك. Customs officer هو customs يعني ملابس زي customs ملابس أو تقليدية أو زي تقليدية. أما custom officer يعني ضباط الجمارك. جمارك found the drugs وجدوا مخدرات in his bag في شنطته. From our point of view من وجهة نظره we do not see how these challenges will be beneficial to the company. من وجهة نظرنا إحنا لم نرى how these changes كيف أن هذه التغيرات will be beneficial أن سوف تكون مفيدة to the company إلى الشركة. will be beneficial سوف تكون مفيدة to the company إلى الشركة. beneficial يعني مفيدة. طيب the problem of stress is certainly not limited to people who work مش محددة بالناس اللي هم بيشتغلوا. it exists for others too هي موجودة في الآخرين أرض يعني مش محددة للناس معينة. not limited to ليست محددة به. she had her own style هي لها أسلوبها الخاص. and was not influenced by the changes of fashion ولم تتأثر بتغيرات اللي الموضة fashion لم تتأثر was not influenced لم تتأثر. أما influential دي صفة impacting يعني تأثر برضو بس تعتبر صفة برضو دي صفة affected دي verb. أما هنا دي برضو verb was not influenced لازم أجيب الفعل في التصريف الثالث بعد was. طيب he was a man of exceptional generosity هو رجل عنده كرم ضيافة مستثناء. كرم ضيافة مستثناء الوحيد يعني في كرم الضيافة دي. In fact I can truthfully say over generous هو فوق اللي فوق الكرم هو كريم فوق العادة over generous. طيب دي over generous of exceptional generosity هو رجل من نوع الكرم الخارج فوق العادة فوق العادة فوق العادة exceptional generosity. Also she was quite young بالرغم ان هي كان صغيرة شوية. she showed a lot of money هي اظهرت كثير من الفلوس. and was promoted to manager ورقيت الى ان تكون مديرة. هي اظهرت فلوس a lot of initiative ما ينفعش مبادرة stress she showed a lot of money. Arabic language is the official language of Egypt يعني اللغة الرسمية official يعني الرسمية هي اللغة الرسمية في مصر. فين Arabic language is the official language هي اللغة الرسمية في مصر. The Nugget managed to boost its audience by cutting ticket prices. The theater يعني المسرح. طيب teenagers are often worried about looking stupid in front of their peers أمام أقرانهم. teenagers مراهقين بيكونوا قلقانين بالنسبة ان انت تصفهم بالغباء امام in front of their peers امام اقرانهم يعني زملائهم يعني. All the nation of the world كل امم العالم will be represented سوف تمثل at the conference في المؤتمر. will be represented سوف تمثل at the conference في المؤتمر. represented يعني تمثل يعني يرسل مندوبين ليها. they say the snow will last until the next week هم قالوا ان الثلج سوف يستمر حتى الاسبوع المقبل. will last سوف يستمر. my sisters really generous اختي حقيقي كريمه. she's always buying things for هي دايما تشتري حاجات لاصدقائها. generous يعني كريم
unkind غير عطوف. generate يعني يولد. violent يعني قوي. طيب عنيف. I am a bit confused. أنا متلخبط شوية. Was that her husband or her son she was with؟ أنا متلخبط مش عارف ده كان زوجها ولا ابنها اللي كان معاها. I am a bit confused. We have people called Adil Sami working here. So it's a bit confusing. يعني في عندي هنا it أخذ confusing أخذ الصفة المنتهية بـ ing. في I هنا عاقل الفاعل عاقل ياخذ الصفة المنتهية بـ ed. طيب الفاعل غير عاقل ياخذ الصفة المنتهية بـ ing. لما يكون الفاعل غير عاقل أخذ الصفة المنتهية بـ ing. لما يكون الفاعل عاقل أخذ الصفة المنتهية بـ ed. بعد كده the nugget the obelisk was built in memory of those who died for their country. The obelisk obelisk يعني الضريح أو زي ما تقول إيه قبر قبر الجندي المجهول أو إيه قبر ضريح كبير أو مسلة كبيرة لتذكر شهداء الحرب أو غيره أو غيره بسميه obelisk. طيب when the volcano erupted عندما ثار البركان all inhabitants كل الساكنين كل السكان inhabitants يعني الساكنين السكان الساكنين أو السكان بسميهم inhabitants. أما تعداد السكان population تعداد السكان population. أما السكان أنفسهم بسميهم inhabitants. أما كلمة تعداد السكان population. أما السكان أنفسهم بسميهم inhabitants all inhabitants كل الساكنين was forced to leave their hometown and went away كل السكان ورغم من هم يمشوا يبقى inhabitants سكان. نقط an expert in the study of how language is used by different groups in society هو خبير في دراسة كيف أن اللغة يمكن أن تستخدم بواسطة مجموعات مختلفة في المجتمع ده بسميه linguist عالم اللغويات بسميه linguist اللي هو بيبحث في كيفية نشأة اللغة اللي هو linguist. طيب the nugget between rich and poor is wider in the south than in the rest of the country. The gap يعني الفجوة ما بين الغني والفقير هي أوسع في الجنوب منها في باقي جاب يعني الفجوة أب يعني تطبيق هول يعني فتحة جن يعني دي بندقية. There are many multinational companies في كثير من الشركات المتعددة الجنسيات and expatriates working in Dubai والمغتربين الذين يعملون في دبي. Expatriates يعني المغتربين expatriates المغتربين working in Dubai الذين يعملون في دبي بسميها expatriates. طيب I know that you can't eat all that food on your plate. Is that a challenge? I bet أنا براهن أن أنت لا تستطيع أن أنت تأكل كل الطعام الموجود على طبقتك. فبقول له هل هذا تحدي؟ I bet أنا أراهن. bet يعني أراهن. طيب يلا ده كله يلا ده فولكينو. when the volcano erupted عندما صار بركان all inhabitants كل الساكنين كل السكان was forced كذا. طيب بقول inhabitants يعني السكان اما population تعداد السكان population تعداد السكان اما inhabitants يعني السكان او سكان. بعد كده ايه linguist يعني linguist اللي هو ايه عالم اللغويات إذا نكسبيرز نستضيف هاو لانجوج في كيفية استخدام اللغة هو خبير في كيفية في دراسة كيفية استخدام اللغة بسميه لغوست عالم اللغويات. ذا جاب الثغرة الفجوة between rich and poor is wider in south than in the rest هي أوسع في الجنوب منها في باقي البلد. وعندي أب يعني إيه أب تطبيق وهول يعني فتحة وجان. There are many multinational companies في كثير من الشركات المتعددة الجنسيات and expatriates والمغتربين working in Dubai الذين يعملون في دبي. I bet أنا براهن you can't eat all that food on your plate إن أنت لا تستطيع أن تأكل كل هذا الطعام موجود في طبقك. Is that a change هل هذا تحدي؟ I bet يعني براهن. أما beat يهزم أما hit يعني يضرب
أما لتيادا farmers are expected، الفلاحين بيتوقع منهم to have a good harvest this year، إنه يكون لديهم حصاد جيد هذا العام. harvest يعني حصاد. people often use traditional musical instrument، الناس غالبا بيستخدموا traditional musical instruments يعني آلات موسيقية تقليدية to play folk music، عشان يلعبوا الموسيقى الفولك، الفولك اللي هي الموسيقى الشعبية كده. يبقى احنا خلصنا الاكسرسايز على الفوكابلري وركبوك اند ريتن بوك. شكرا، السلام عليكم.